الجوي مع هدى الأزرق. مرحبا هدى. أهلا جميلة خديجة، لك تنقول لك تسميني سمية أخرى، معليش معليش غير ذبحي لي معليش. هدى اليوم بغيتي تتكلمي على مجموعة من الأمور، أول شيء في التاويل وفي الحداقة كذلك، نتكلموا على تنظيف ديال الزجاج. كيفاش ننظفوا الزجاج ديال البيت، الشراجم، الأتات ديال الزجاج، الطويبلات، المرايات حتى هما. تفضلي. ودونك ومن بعد غادي نهضر لكم على كيف وعدت المستمعات، كانت واحد المستمعة سولتني كيفاش نمضيو الموس ديال الخلاط الكهربائي. دونك نبداو أول شيء بالتنظيف ديال الزجاج. كنعرفوا ان الزجاج قبل ما ننظفوه حاجه مهمه خصنا ننتبهوا ليها، هي اننا خصنا نحيدوا منه هذيك الغبره اللي كتكون فيه باش فاش ننظفوه ما يبقاوش لينا الطبايع خايبين. دونك نحيدوا الغبره اولا من الزجاج حتى نتاكدوا اننا حيدناها مزيان. من بعد يمكن لينا نستعملوا احدى هاد الطرق اللي غادي نعطيكم. اول طريقه غادي نقترح عليكم هي الخل. الخل مع الماء، خلطوا كميه متساويه من الماء واحتفظوا بهم مع الخل بيان سور، واحتفظوا بهم في شي قريعه عاديه اولا اللي عندكم شي بخاخ باش يسهل عليكم الاستعمال. ديروا الماء والخل في شي بخاخ، الكميه ديال الخل تكون يعني اللي درنا ربع كاس اولا نص كاس ديال الخل، نديروا معاه كاس ديال الماء. من بعد هذا المحلول غادي نرشوه على الزجاج ديال النوافذ ديالنا او لا حتى المرايات والطوابل ديال الزاج الى عندنا، نخليوه مده 3 ديال الدقائق. ومن بعد ننظفوا الزجاج ديالنا بشي منديل نظيف ونعاودوا مره اخرى بشي منديل يكون ناشف. ومن الاحسن دائما في التنظيف ديال الزجاج من الاحسن اننا نستعملوا المناديل الورقيه باش ما كيبقاش الاثار ديال المسيح باين في الزاج. دونك هذه هي الطريقه الاولى، الخل والماء. الطريقه الثانيه اللي غنقترح على المستمعات والمستمعين هي اتاي الشاي الى شات لكم، وكانت من الناس اللي كنتو من الناس اللي كتزعجكم رائحه الخل. كاين اللي كنعرفوا ان رائحه الخل قويه تقدر تبقى، كاين الناس اللي كتزعجهم هذه الرائحه، دونك يمكن ليهم في هذه الحاله يستعملوا اتاي الى عمرتوا براد ديال اتاي وشات لكم اتاي وما بغيتوش تحتفظوا به، خليوه لتنظيف الزجاج. يكفي فقط انكم تخففوه، ما تخليوهش هكاك مركز، خففوه بشويه ديال الماء وبنفس الطريقه ديروه في شي بخاخ في شي قريعه ورشوا به الزاج ديالكم، ومن بعد عاودوا بشي منديل يكون ناشف. وما تنساوش بيان سور منديل ورقي يكون احسن دائما من المنديل لانه ما كيخليش الاثار ديال المسيح. نعم. الطريقه الثالثه اللي غن بلوتو هي طريقه، هي نصيحه اللي خاص المستمعات ينتبهوا ليها في التنظيف ديال الزجاج، هي انكم منين تبغوا تنظفوا الزجاج خاصه الزجاج ديال المنافذ ما يكونش اشعه الشمس، ما تكونش الشمس ضاربه في الشراجم، لان اولا ما كيبانوش لكم، ما كيبانوش لكم مزيان. ثانيا هذاك المساحيق اللي كتنظفوا بها والماء اللي كتنظفوا به غير كدوزوها كينشف سوغ بلاص مع الشمس وكيبقى داك الاثار، ما كياخذش وقته في النشوفيه. نعم. حاجه ثانيه اللي خاصكم تنتبهوا ليها هي الاتجاه ديال المسيح ديالكم ديال الزجاج، ما خصوش يكون عشوائي، ما خصوش يكون في كاع الاتجاهات، يكون في اتجاه واحد، يكون في اتجاه واحد. والاتجاه الاحسن باش نظفوا الزجاج هو خاص يكون من تحت للفوق ماشي العكس. نعم. اذا تكلمتي على تنظيف ديال الزجاج، عطيتي ثلاثه ديال الطرق ونصائح كذلك لكل السيدات، اجي نتكلموا على الطلب ديال المستمعه الكريمه اللي تكلمت على سكين ديال الخلاط الكهربائي، كيفاش يمكننا نمضيوه؟ سكين ديال الخلاط الكهربائي، عندنا خلاط كهربائي باقي خدام مزيان، سوف كو سكين ما بقاش ماضي، بطبيعه الحال ما غاديش نضيعوا في الخلاط، خصوصا الا كنا شريناه بثمن ممتازه ولا كان من نوعيه ممتازه بطبيعه الحال. دونك قبل ما نعطيكم لي زاستوس غنعطيكم بعض النصائح اللي تساعدوا بها السكين ديال الخلاط يبقى زوين ويبقى يتحل لكم مزيان. اول حاجه فاش تكونوا كتخلطوا ما خصكمش تخليوا الخلاط شغال مده طويله، دونك غادي تخليوا غادي تبقاو تشعلوه خلط شويه حبسوا وتبقاو تكرروا العمليه حتى تكملوا الطحن ديالكم. نعم. المهم كذلك انكم تنشفوا الموس ديال الخلاط الكهربائي من الماء مزيان من بعد ما تغسلوا، لانه فاش كيبقى فيه الماء كيحفى مع المده. ونصيحه ثالثه اللي ربما كيجهلوها السيدات هو كاين واحد المكون اللي كنطحنوا به كنطحنوه بعض المرات في الخلاط وكيكون هو سبب في انه كيحفي لنا الموس ديال الخلاط، هو البصل. نعم. حتى بالنسبه للسكاكين العاديه دونك ديما البصل نديروا ليه السكين ديالو خاص. هذه اللي تيقولها كل الامهات وكل حد والحادقات المغربيات كيقول لك انا السكين ديال البصل ديال السكين بوحدو، وما اكتشفوها يعني غير عن تجربه. نعم. لان كيعرفوا المواس اللي كيقيسوا بهم البصله وكيقيسوا بهم حوايج اخرين من غير الرائحه كيكون السكين كيحفى ما كيبقاش يعني يقطع لنا مزيان. تماما. دونك ما نطحنوش البصله في الخلاط الكهربائي. اول طريقه غنقترح لكم باش تمضيو الموس ديال الخلاط هي الملح الخشن او الملحه الغليظه، دونك استعملوا الملحه مره باش تبقى الشفره ديال الخلاط حاده وما تحفاش. يكفي انكم ديروا الملحه في الخلاط بلا ما تضيفوا لها الماء وشغلوا الخلاط ديالكم
تقدروا تلقاو صعوبه في الخلط، ولكن غير بقاو حاولوا معها حتى تخلط لكم الملحه وتولي بودغ. وبهذه العمليه غادي تكونوا عاونتوا السكين ديال الخلط باش كيولي ماضي. الطريقه الثانيه اللي غنقترح عليكم هي الثلج، مكعبات الثلج. لكن هذه الطريقه خص دائما تنتبه السيده واش الخلط ديالها كيسمح لها انها تحن فيه الثلج في داك لي مانويل اللي كيكونوا مرافقين الاله، دوك الكتيبات اللي كيكونوا صغار. الكتيبات راه تيكون فيهم واش يمكن لك تحني فيه الثلج اولا لا. الا كان الخلاط ديالك من النوعيه اللي يمكن لك تحني فيه الثلج، فاستعملي المكعبه ديال الثلج وطحنيهم في الخلاط، وبهذه الطريقه غادي تكوني مضيتي الخلاط ديالك. الا استعملتوا هاد الطرق كاملين ومنجحت معكم حتى شي عمليه، غتبدلوا المزد ديال الخلاط ديالكم وباش تفاداو كاع هاد المشاكل. كانوا هادو هما التويولات ديالك بالنسبه للخلاط وكذلك التنظيف ديال الزجاج ديال المنازل، النوافذ، طوابل، كثير كثير من الاشياء. اجي نمشيو حتى حاجه ما تضيع، حتى حاجه ما تضيعش من القشور ديال الخيار. القشور ديال الخيار تماما، كيفاش ما يضيعوش. اليوم غادي نعطيكم طرق باش ما تقشروا الخيار، ما تلوحوش هذاك القشور، لان فيهم منافع كثيره وتقدر تساعدكم في الحياه ديالكم اليوميه. اول حيله غنقترح عليكم باش ما تضيعوش القشور ديال الخيار هي انكم تخلصوا بالنمل بالقشور ديال الخيار. نعم. وكاينين بزاف ديال المستمعات اللي هذه المده كيسولونا على النمل، دونك هذه هي المناسبه. الا قشرتوا الخيار احتفظوا دائما بالقشور ديالو ووضعوهم في الاماكن اللي كيكون اللي كتعرفوا ان النمل تيتواجد فيها بكثره. نعم. حتى بالنسبه للناس اللي كيبغيو يقتلوا النمل، كاين الناس اللي كيقول لك ما بغيتش النمل يبقى عندي في الدار ولكن ما بغيتش نقتلو، بغيت غير شي طريقه اللي تهربوا. نعم. هذه طريقه مناسبه، حطوا القشور ديال الخيار وغتلاحظوا ان النمل ما غاديش يقرب من ذاك البلايص، لانه فيه واحد الماده كتمنع كتقطع حاسه الشم عند النمل، وكنعرفوا ان النمل ذكي يعني كيتمشى غير بحاسه الشم. نعم. ملي كتقطعي له حاسه الشم ما كيبقاش يشم في البلايص، كيرجع فين كان. فوالا، كيرجع فين كان، ما كيكملش الطريق. ثاني استيس غادي نقترح لكم باش تستافدوا من القشور ديال الخيار هذه المره، غادي تستعملوه في ما يخص الجمال ديال السيدات، يمكن لكم بالنسبه للبشره الدهنيه تستعملوه. الا كانت عندكم بشره دهنيه خاصه مع الحراره ديال الصيف، غتاخذوا القشور ديال الخيار غادي تغليوهم في الماء، غادي تحتفظوا في داك الماء حتى يبرد، ومنين تغسلوا الوجه ديالكم في الصباح غادي تكون اخر تشليله تشلو بها هي الماء ديال الخيار، وخليوه ينشف الوجه ديالكم. ماشي مشكل، لان حتى الخيار غادي يقيكم من اشعه ديال الشمس، والخيار لوسيون للوجه لانه كيوحد اللون ديال البشره، كيحيد يعني بالقشور ديالو، كيحيد الطبايع. ثاني حاجه يمكن لكم تستخدموا فيها القشور ديال الخيار هي بالنسبه للهالات السوداء، لي سيرن اللي كيكونوا حول العينين، غادي تشدوا القشور ديال الخيار وتحطوهم على لي سيرن ديالكم وتبقاو مرتاحين لهالات الهالات فوالا. او لا يمكن لكم تحنوا القشور ديال الخيار مع شويه ديال الماء ورد وديروهم على شكل ماسك في المنطقه اللي كتحيط بالعين، وبهذه الطريقه غتخلصوا من الهالات السوداء وغتكونوا في نفس الوقت استفدتوا من القشور ديال الخيار. مشكوره هدى على المعلومات وتويولات، واكيد غتذكرينا غدا شنو غيكون. غدا ان شاء الله غادي نهضروا على كيفاش نحيدوا الخدوش والتشققات من الحقائب الجلديه، وكيفاش نعطيكم حيل باش يبقى لكم العطر مده طويله فاش ترشوه، والزيت ديال القليل اللي ما بغيناش نعاودوا نقليو به كيفاش يمكن لينا نستغلوه بطريقه اخرى. طبيعه الحال باش حتى شي حاجه ما تضيع، باش حتى ديما شعرنا حتى شي حاجه ما تضيع. مشكوره هدى الزرق دائما في الحداقه والتاويله.